السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن. اليوم راح نصور مقطع وإن شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات لأتيكم كل الجديد. أول ما بدينا صندوق يطير ماي، وش ماس كده؟ خلينا نشوف نكتب. ما في شيء شباب، كيف يطير قبل ما نموت؟ لا نموت بالله، كيف تطير؟ علمني كيف ابي اطير. المهم احصل ابي كاكس اكس خشب. الشباب تسمعوا اغنية؟ اسمعوا اغنية. قفلت وبس، والحين نروح لا ندور اي شيء، ندور كهف، ندور اهم شيء كهف. اهم شيء انا ما ابي غير الكهف. خلية نحل، ابي شبكة خلية النحل. ما اقدر اكسرش، انا لازم اكسرش. ها لازم اكسر خلية النحل دي. وين هي دي؟ والله اكسرها دي. شوفوا كيف بهرب على طول. اوه هناك في مكان رهيب. خلنا ما اسمع صوت اي شيء. هذه عصبت. اوكي ولا واحد، الحمد لله. الحين نروح لذاك المكان ونجمع حجر، مدام اكيد هناك في كهف. راح نروح ندور كهف ونسوي كل شيء فيه، نسوي بيت. شوفوا على طول، احس هذاك مو كهف بس شيء فتحة، هاللون فتحة. والفحم اكيد بنحصل هناك يعني ما يحتاج على طول. نشيل نكسر هذا، نكسره ونكسر هذا وهذا 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 وبس. الحين نكسر هنا وهنا، نطلع فوق نكسر هذا، نكسر هذا هذا، نطلع هنا نطلع هنا وبس. الحين نكمل نطلع فوق، والحين نكمل نطلع. وصلنا للمكان. المشكلة يعلق يا شباب، اعذروني. نمشي. الله احس ببني بيتي ذا المكان الرهيب. المشكلة انه فيه زومبي، فيه سكلتون، فيه كل شيء كل شيء. خلنا الحين نشوف. اوه هنا في بركان لافا. اللافا لازم هذا المكان، لازم من الجهة الثانية من هنا صح؟ علق. المشكلة انه يعلق، هذا المشكلة. بس خلنا نروح يا رب احصل ايرون. وش فيه يما؟ صار زومبي خلاص بيقتلني. ارجع علق الكلب. هم هنا ولا وين؟ الصوت يخوف شباب. وينكم هذولا؟ المشكلة خايف سكلتون. لا يما 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 يما، لا لا
كم واحد بالله؟ بسم الله. خلاص انا ميت. هاش انكسر الاكس، انكسر الاكس. شوفوا كيف هم متجمعين وما اقدر. يا ليل يا ليل يا ليل، احنا وذي الحالة كل مرة اموت. وانت الحين ما فيك ولا شيء. هذا وش نستفيد منه؟ نشيله ندخل مكان نتحطه. يلا نصنع هذولا، نصنع كرافتنج. خلاص خلاص نستفيد منك انت، مرة نستفيد ترى. لا تسوي روحك ما نستفيد وما نستفيد. نحطه نستعوض، ويمكن انت ما تسوي، واضح انك ما تسوي. وش اسمه ذا؟ سيف صح؟ تسوي ولا ما تسوي؟ هيا بنا نو الا يسوي هذا السيف. يا لون ونحط اللون، حطه هنا مو لازم. بس جيب واكس ما نقدر، عادي اصلا ما يحتاج اصلا. كيف نكسر الحين؟ وليش قلت ما نحتاج؟ بلا نحتاج اكس. ليش؟ اوه ايش ذا؟ صوت مرة قوي. شجرة وهنا خرفان نتجسس عليهم. ايش رايكم نتجسس عليهم؟ خلنا نتخبى خلنا نتخبى عشان ما يدرون. موت هذا قتلنا، هذا الثاني قتلنا. لا يهود قتلنا، ينادي اصحابه. هذه مو خروف. لا انك خروف. اهلا خلاص ضربني. بسم الله والله خوفتني. والله تموتي. خلاص انا بتسمم. في هناك نحلة خويتها خوي. كنت ما ضربتها، ما ضربت. شوف كيف بضرب وبروح. شوف كيف. وش ذاك؟ تهدأك تلحقني. اوه هناك والله مسويين عزيمة. السلام عليكم. سوي عزيمة بعزم معاكم. روح وش تبي من تبي تموت؟ تقول موتني. مت. نبي الخروف الأبيض. يلا تكفى. يلا والله معصب اليوم من اللعبة ماينكرافت اللي صنعها بعد. وش ذا؟ شوفوا كيف انتم. والله ما خليك. ها ابلع. هناك في اشياء، والجبل اللي مت فيه واغراضي هناك. كيف برجع لهن الحين؟ بس ما عليكم، ان شاء الله نوصل هناك ونبني بيتنا هناك فوق الجبل ونسوي اشياء مرة كثير. من نكمل الحلقة، اتمنى تعجبكم، ولا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. ومع السلامة.